إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا يا شباب، مرحبا يا طيبين، كيف صحتكم؟ إن شاء الله أموركم بخير ويا رب دايما تكونوا بخير. طبعا شباب، اليوم في عنا إن شاء الله مودات شاحنات الأمريكية، يعني كل موديل مود. هلا في مودات بتنزل على المواقع، اللهم صل على النبي، مود واحد بكل الشاحنات. انا بس مشان افعل لك صوت المحرك، افعل لك صوت البريكات، صوت الريفيرز اللي هو بالرجوع للخلف الانري، فجبت لك كل مود، يعني كل موديل سياره، عفوا كل فجبت لك كل موديل مود. طبعا انت في عندك هذا الملف، اللينك رابط التحميل رح تلاقيه بالصفحه مو بمجموعه الفيس. أنا بدي الناس، لأنه في أكثر الأشخاص طلبوا مني أني أنا أعمل صفحة على الفيس وأعمل شروحات على الفيس وأعمل بث مباشر على الفيس، فأنا يعني إن شاء الله روابط القناة رح تكون على الفيس، طبعا بمنشور مثبت أو بتعليق مثبت بكل يعني بكل موضوع رح تلاقي الرابط بتعليق مثبت. تمام شباب، وشغلة كتير سهلة، يعني الكل عنده فيس وما في أي مشاكل بهذا الموضوع. فالرابط اللينك التحميل رح نلاقيه بصفحة الفيس. وطبعا في عنا موضوع تاني اللي هو الاسكانيا، موضوع الاسكانيا اللي أنا جبت لكم هذا الفيديو اللي هلا رح تشوفوه، إنه المود القادم اللي هو سيارة الاسكانيا. سيارة الاسكانيا شباب فيها مشاكل، وطبعا هلا بفرجيك في عينك انه في طلع فيه مشكله المود، وانا لو اعرف ما كنت عرضت الفيديو من الاساس. فانا ما بدي الناس تفكر اني انا بس مشان اشد مشاهدات او كذا او هيك، او في ناس ممكن عم تستنى بدها المود الاسكانيا المي 143. فالمود هذا فيه مشكله، يعني لما بتحطها على كل حال هلا بفرجيك اياها خمس دقائق، يعني بفرجيك اياها بشغله دقيقه بتشوف المشكله، مشان تعذرني اني انا ليش ما عرضت المود. ما بدي الناس تفكر اني انا بس، انا بدي الناس ان شاء الله تشعر في مصداقية هاي القناة. طبعا شباب احنا من بعد ما بنفك الضغط بننسخ هدول اربع ملفات مثل ما هنن، شايفون هيك مثل ما هنن، بس تعمل لهم كوبي، بنسكر هون، بنروح على الديكيمون، على اليورو تراك، على المود، وبنعمل لهم بيست. طبعا شباب بعد ما حملنا المودات رح ندخل هلا على اللعبة. طبعا هلا في عنا اول مود اللي هو هدول هن المودات، هذا واحد، هذا اثنين، وهذا ثلاثة، وعنا هذا هو اللي صوت المحرك والبريكات والريفرز اللي هو الانري. وفي عنا انا، شوفوا على فكرة شباب، انا كل مرة لما بدي ساي يعني موضوع دايما بعمله على حساب جديد مشان ما ألبكك في المودات هون. هلا انت هدول المودات هيك تحت بعضهم مثل ما هن بتحطهم، بس عندك خريطة، عندك أي شيء كان، المهم أنه أنت بتعرف هالأمور هاي، أنه ما بتركبوا المودات في حال إذا أنت عندك خريطة أو شيء. طبعا شباب هدول هن المودات شايفينهم، واحد اثنين ثلاثة، وهذا صوت المحرك. صوت المحرك يعني خلي يعلاهم،
وطبعا المودات ما بصير نحطه بين الخرائط او كذا، انت بدك هالمودات انه الاربعه يكونوا مع بعض تحت الخريطه او اخر الخريطه. او وعلى فكره ما لازم يكون في اي مود متفاعل مع الصوت، لانه اذا كان في مود تاني انت لازم تشيله، تخلي بس هدول اذا بدك بس صوت البركات وهالامور هاي، يعني بتخلي هذا المود لحاله، يعني ما بتضيفه مع مودات تانية. تمام، هلا بندخل. طبعا شباب هون دخلنا، بعد ما دخلنا على اللعبة الكل بيعرف انه كيف بدنا نشتري السيارة. ناخذ هذا الخيار، نجي على خيار المود، بعدين هدول هذا هو المود، واحد اثنين ثلاثة. طبعا عن احنا عندنا اول واحد، هاد دائما الكل بحب يختار يعني اعلى مواصفات، فبتختار اخر وحدة بندخلها على الصيانة. طبعا هون شباب في عنا اول شيء السكينات، هي بنختار هذا السكين مثلا، انا يعني خليني هيك اقولكم انه بهالطريقة رح يطلع حلو ان شاء الله. هلا هون بنيجي على الاضافات، بس بدي انوه على نقطة كتير مهمة، انه مودات الامريكية لما بتحطها باليورو تراك، اذا رح يعطوك المود كامل فانت بجوز ما تشتري اليورو تراك، فهن شلون اوقات بجبروك انه انت لا عندك لعبتين، يعني مخير انه عندك تاخد هاي او هاي او انك تشتري التنتين، فما بيكملوا المود. طبعا انا هذا الكلام جربته من زمان، وفعلا انه الموضوع مثل ما انا حكيت لكم. هلا بهون بالاضافات شباب، لما بدك تحط هون المرايا، هون المرايا هدول، بس حطيت اول وحدة، حطيت الثانية رح تطلع من اللعبة. هلا انا ما رح اجربهم قدامك، بس انا متأكد من هذا الكلام، فانت بس المرايا هدول لا تحطهم، ما تبقى الاضافات ايش بتساوي ما في اي مشكلة، يعني كل الاضافات بتحطهم ما في عندك اي مشكلة، بس عندك مشكلة المرايا هن هون ما بيخلوك انك تحط هون اي تعديل حبيت انك تحطه، ما في عندك اي مشكلة. تمام شباب، وطبعا هون بالنسبة لموضوع الدواليب، طبعا هذا المود ان شاء الله رح تلاقوه رح تلاقي انت الرابط انا بحب هذا لانه باعتبار حطيت هذا الخط اصفر، اذا حطيت هذا الدولاب هون اصفر رح يطلع كتير حلو. تمام شباب، وهي الدولاب الثاني كمان بنحطه اصفر، وهي الثالث. طبعا هذا مود الدواليب شباب، اللي عم شوف الفيديو اول مره رح يلاقي، رح اترك لك الرابط موجودين بالفيديو بالقناه ان شاء الله تعالى، وبتحمل منه. تمام شباب، هلا خلونا نشتري اول وحده. طبعا هون هاي المحرك، خلينا نختار هذا المحرك مثلا اعلى. هلا نشتري اول وحده نحطها بالكراج، اوك راح ندخل نجربها. لا صحيح، هي اصلا انا السيارة معي، هلا الفبرة راح ندخل. طبعا هي هي شاحنتنا شباب، هلا هون صوت الريفيرز، هلا نجي على الشاحنة الثانية. طبعا انت بامكانك دائما تختار اخر، يعني اخر تعديل لانه بيكون حلو. هاي الماسك، طبعا هاي السكينات اللي فيها هدول هنين،
هون الحلو انه عاطينك انه انت فينك تغير، يعني لهذا هاي ساويتها صفرة مثلا، خلينا ناخذ هون نساويها خمري لنفترض، شايف ما احلاها طلعت. البني نساويه كحلي، لا تقولوا لي ما حلو، يعني بعجبكم في الترتيب، بعجبكم يعني. برأيي هذا نخليه على حاله، هذا اللون نخليه على حاله، أو مثلا إذا جربناه على الأبيض حلوة. والله هي حلوة لأنه الأبيض بيروح مع كل الألوان. تمام شباب. هلا هون بالنسبة لموضوع المحرك، هذا هون أخذ آخر خيار، لأنه المحرك ما بركب على هاي السيارة، بركب بس على السيارة الأولى. وهون شباب بالنسبة لموضوع الإضافات، مثل ما حكينا كل شيء بإمكانك تساوي، ما عدا بس إنك ما تحط هون، عم بيقول لك لا ما فينك تحط البرامات، بدك تختار هذا الخيار لحتى تحط البرامات، هذا أو هذا. فأنا برأيي تتركها على حالة يعني. وهون كل الإضافات فينك تساويها، بس خليني أعدلكم الدواليب أنا مشان ما نطول الفيديو. لا هذا هذا بركب، هذا بركب بس بدك تغير الجنوطة. هلا هذا إذا ركبت هذا على الأحمر على الأحمر، بدك تغير الجنوطة. هذا حلو، هذا فعلا حلو. هلا هون نفس الشيء، خلينا نحط هون الأحمر. هلا خلونا نشتريها. خلونا نجربه. هاي هي الشاحنة، بس بجد حلوة يعني، اللي بركب الألوان شايفين. هاي الشاحنة الثانية شباب. هلا خلونا نروح على الشاحنة الثالثة، هاي الثالثة. طبعا اختار آخر وحدة، ندخل نشوف شو فيها سكينات. الكل بحب السكينات بصراحة يعني. شوف هذا السكين، هذا روعة، هذا روعة. هلا بس لازم نلعب شوي بالالوان. هاي نخليها خضرة مثلا، هيك اضحت كتير اضحت. هذا اللون حلو، هذا اللون حلو. هلا بنجي على هذا اللون، لا هيك هيك احلى واحلى شباب. هذا هيك اعتمدنا هيك، وانتو بتزينوا على كيفكم يعني. هلا هون برجع على الدواليب، لاني هون الدواليب بدي احطهم ابيض بصراحة. هيك تمام. هلا بنغير الشنوطة. هذا الدولاب الخط الابيض هيك على الداير اجا مثل الخطوط اللي على الشاحنة، طلع كتير حلو. لا بعجبكم انا بهيك شغلات، بعجبكم بالامانة بعجبكم. طبعا خلونا نشتريها. جربها.
هي الشاحنة؟ هلا الحلو بالموضوع شباب انه هذا المود اللي هو صوت البريكات والريفرز بيشتغل على كل الشاحنات، مو بس انه بيشتغل على دول الشاحنات. هلا مثلا اذا نشتري سيارة سكانيا، سيارة هلا خلينا نحن، انا فاتح حسابي بهذا بالسكانيا مثلا، هينا نشوفه عن طريق الاسكانيا. طبعا شباب هاي الاسكانيا اللي حكيت لكم انه فيها مشكلة، انا يعني المشكلة هون بس افرجيكم وين. هون هلا شوف، شايف هدول الخيارات؟ هلا الكل كله، انا واحد الناس عندي فضول انه هذا مود لازم احط، هذا معناته شيء جديد. هلا انا بس كبست هذا الخيار راح اطلع من اللعبة، انا بس كبست هذا الخيار راح اطلع من اللعبة. هلا انا ما راح اكبسه، بس المشكلة هون شباب، انا بس حبيت اني اوضح هذا الامر، يعني ما بدي اطلع وما بدي اطول الفيديو مع انه يمكن طول الله اعلم. فخلونا نشوف بس المود، انه بالنسبة لموضوع مثلا خلونا نقول هاي السيارة بدنا نشتريها فورا. شايفين؟ هاي صوت الريفيرس. هيك شباب ان شاء الله بتكون امورنا تمام. وضحت امر مهم بالنسبة للموضوع، كانت ناشر فيديو اللي هو مود القادم، وبنفس الوقت مشان ما الناس تقول انه وين المود، وانا بصراحة راح احذف الفيديو من القناة مشان ما تقول انه ابو احمد حط فيه، يعني ما تفكر الناس اني بدي اشد الناس او الى اخره. وامر تاني، وان شاء الله وكمان في مود الايدين ان شاء الله راح تلاقوه بصندوق الوصف. ديروا بالكم على حالكم، استودعتكم بالله، كان معكم اخوكم ابو احمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.